السلام عليكم ومرحبا بكم مرة جديدة في هذا اللايف على فوت برو. في حلقة اليوم نتطرق لفوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الكوري الجنوبي بثلاث أهداف لواحد. يعني من الآن فصاعدا المنتخب الوطني المغربي عودنا فقط على الفوز بالثلاثيات. في اللقاء الماضي ضد الغابون فاز المنتخب بثلاثية لصفر برسم الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 عن المنطقة الإفريقية. في إطار الاستعدادات للمقابلة الأخيرة يعني في المجموعة الثالثة مجموعة المنتخب التي تضم أيضا الكوت ديفوار والغابون ومالي. المنتخب يستعد لمواجهة الكوت ديفوار، هذه المواجهة المصيرية والمواجهة النهائية التي ستحسن إمكانية تأهل المنتخب الوطني المغربي لنهائيات كأس العالم، نهائيات كأس العالم التي انتظرناها كثيرا. يعني آخر مرة تأهل فيها المنتخب ترجع إلى سنة 1998. في إطار استعداد لهذه المقابلة المصيرية كما سبق وقلت، المنتخب خاض مقابلة إعدادية ضد المنتخب الكوري الجنوبي. المنتخب الكوري الجنوبي منتخب قوي له تاريخ، سبق أن وصل لنصف نهاية كأس العالم 2002 التي نظمت بأراضيه. يعني اليوم في اللقاء الذي جمع المنتخب بالمنتخب الكوري، المدرب هيرفي رونار حاول تجربة العديد من اللاعبين، أعطى فرصة للاعبي البطولة الوطنية، جرب لاعبين آخرين تتم المناداة عليهم لأول مرة للمشاركة مع المنتخب. مع عزيز، مع الكابتن عزيز، نقوم بقراءة في هذه المقابلة التي فاز فيها المنتخب بثلاث أهداف لواحد. عزيز مرحبا بك. مرحبا أخي محمد، تحية رياضية للجمهور قناة فوتبول. عزيز، فاز المنتخب بثلاث أهداف لواحد، الأهداف سجلها طنان وكذلك لاعب من البطولة الوطنية إسماعيل حدد الذي أعطيت له الفرصة في هذه المقابلة. على غرار المقابلات الودية، هيرفي رونار أقحم اللاعبين طبعا الاحتياطيين الذين لم يتمكنوا من اللعب في مقابلة الغابون الرسمية. لديه لاعبين ممتازين، لديه لاعبين خزان بشري مهم جدا، على غرار أسامة طنان، على غرار اللاعبين الذين يمارسون في البطولة الوطنية كأوناجم، كالحداد، كاليميق، كلاعبين ممتازين. على ذكر أوناجم، عزيز، أوناجم دخل في الدقيقة 70 طبعا، أعطى المدرب الفرصة للمشاركة في المقابلة. أوناجم من اللاعبين الشباب الواعدين طبعا في لا مع المنتخب المحلي لا ومستقبل طبعا المنتخب الوطني الأول. نتحدث طبعا عن مشاركة اللاعبين، خصوصا لاعبي البطولة الوطنية. أخي محمد، كانت مشاركة متميزة في هذه المقابلة، كان هناك انسجام. نتحدث كذلك نعرج على الإنجاز المهم الذي قدمه، العطاء المردود المهم الذي قدمه أمين حارث، لاعب واعد 18 سنة. على ذكر أمين حارث، يعني سنخصص له حيز للكلام عنه. اللاعب أمين حارث صراحة يمتلك موهبة كبيرة. أنا من هذا المنبر أقول أن لاعبي وسط الميدان سوف يجدون صعوبة في افتتاح مكان رسمي. لاحظت عزيز، مجرد خروج اللاعب أمين حارث لاعب شاركي، مجرد خروجه يعني لاحظنا سيطرة طفيفة للمنتخب الكوري الجنوبي. أكيد ترك فراغ طبعا خروج، وكان مجبر هيرفي رونار أن يغير طبعا أمين حارث لأن مجرد مقابلة ودية. أمين حارث كانت له لمسة اللاعب المهاري المتمكن لديه مهارات وسط الميدان، لاعبي وسط الميدان له مهارات معينة في المهمة، مثل مهارة التحكم في الكرة، مهارة عدم إضاعة التمرير، مهارة قراءة اللاعب وقراءة الخصم وإعطاء الكرة في ظهر المدافعين. لاحظنا عزيز أن أمين حارث يمكن توظيفه كوسط ميدان دفاعي وكذلك وسط ميدان هجومي، هو الذي صنع الفرصة الأخيرة للاعب إسماعيل حداد. من أحسن ما يتميز به أمين حارث هو عمله الدفاعي، كما يعمل كذلك في وسط الميدان ومساندة خط الهجوم. صحيح. عزيز، بالنسبة للجمهور الكريم الذي لا يعرف أمين حارث، أمين حارث لاعب من أصول مغربية ازداد ببونتواز سنة 1997، يبلغ من العمر 20 سنة. الموسم الماضي كان يلعب لفريق نونت، قبل ذلك كان يلعب لفريق نونت حرف باء، تألق، سلطت عليه الأضواء في الدوري الفرنسي وكذلك خلال مشاركته مع المنتخب الفرنسي أقل من 19 سنة. بعد ذلك يعني استقطبه نادي شالكي الألماني والآن يلعب في الدوري الألماني، لعب تقريبا سبع مباريات كلها كرسمي. لاعب صغير، لاعب واعد، يعني نحن كمغاربة سعيدين جدا لاختياره اللاعب للمنتخب الوطني المغربي.
الاحصائيات تقول اخي، نعود اخي محمد لنفس اللاعب امين حارث، احصائيات كرويه تقول مرتبط طبعا بمقابله وديه امام كوريا الجنوبيه. تفضل. نتمنى لا يكون قد انقطع البث. بالنسبه لامين حارث، امامي عزيز بعض الاحصائيات المتعلقه بامين حارث. يعني مع الشاركي شارك في كما قلت في 7 مباريات، شارك في 533 دقيقة، لاعب يساهم بشكل كبير في المرتبة التي يحتلها فريق شاركي في الدوري الألماني. عزيز يعني كما قلت ستكون منافسة شرسة في وسط ميدان المنتخب الوطني المغربي نظرا للنجوم الكبار الذين نتوفر عليهم حاليا. أذكر على سبيل المثال زياش، بالهندا الذي يتألق في غلطة سراي، الأحمدي، بوصوفا رغم أنه بلغ 34 سنة إلا أنه ما زال قادرا على العطاء، يعني لاعب كأنه يبلغ 22 سنة. أمرابط لاعبين صراحة يلعبون، يعني لاعب واحد صحيح، لاعب صراحة كنا نتمنى من يعني منذ زمان، من زمان ان يلعبوا بنفس الطريقه التي يلعبون بها. لكن هذه من محاسن سياسه التشبيب التي ينهجها هيرفي رونار والطاقم التقني ليس فقط للمنتخب بل الذي يعمل في الخفاء في الجمعيه الملكيه المغربيه لكره القدم. يجب ان لا نغفل كمان كذلك السياسه الكرويه الداخليه للجمعيه الملكيه الكرويه للجمعيه الملكيه المغربيه لكره القدم التي تعمل في صمت وبثبات نحو تسخير الظروف اللازمه لانجاح استعدادات اللاعبين وجلب اللاعبين للمنتخب الوطني. نتحدث نعود لامين حارث، هناك كذلك مواهب يعج بها المنتخب الوطني خصوصا الشبان، رغم انهم انهزموا، تحدث عن الشبان على مستوى المنتخب الاولمبي اقل من 21 سنه، رغم انهم انهزموا امام المنتخب الايطالي ب4-0 لكنها تبقى مقابله وديه. نكتشف مواهب، نكتشف لاعبين مغاربه من طبعا من اصول مغاربه مغربيه واصول كذلك اوروبيه. هؤلاء اللاعبين يجب ان نعتني بهم، من هم في حاجه طبعا الى الوطن الام لان يلعبون على قميص الوطن. لاحظنا مؤخرا عزيز ان مجموعه من اللاعبين من اصول مغربيه بداوا يختاروا اللعب للمنتخب. بدانا بزياش، زياش كان مطالبا في المنتخب الهولندي، بعد اختياره للمنتخب تلقى يعني سيل من الانتقادات من الصحافه الهولنديه، ضغط كبير من اللاعبين السابقين للمنتخب الهولندي، لاعبين كبار فان باستن، لاعبين كبار انتقدوا على اختياره للعب للمنتخب الوطني المغربي، هناك من وصفه بانه غبي لاختياره اللعب للمنتخب الوطني المغربي، لكن نحمد الله انه اختار اللعب للمنتخب الوطني المغربي. الى جانب زياش هناك اللاعب امين حارث، امين حارث كان يلعب في كل الفئات عزيز، في كل الفئات المنتخب الفرنسي لعب. على سبيل الذكر لمن لا يعرف، امين حارث جاور مبامبي الذي انتقل الى باريس سان جيرمان بمبلغ كبير 180 مليون اورو. يعني نتمنى، وهناك اخبار تقول ان الجامعه بدات في استقطاب لاعبين اخرين. سمعت مؤخرا ان هناك لاعب اسمه ماتيو سياتي كذلك للمنتخب لتعزيز صفوف المنتخب الوطني. أنا نتمنى أن يستمر اللاعبون من أصول مغربية في اختيار اللاعب للمنتخب الوطني المغربي. طبعا أخي محمد، نعرج كذلك على المقابلة، يجب أن نتحدث على أسامة طنان لاعب ممتاز، لاعب مهاري، لاعب يملك رجل يسرى ممتازة جدا، لاعب فنان قليل ما يضيع الكرة، لكن ما لاحظنا على أسامة طنان رغم أنه رسمي في فريق لاس بالماس في الليغا الإسبانية فقط ذلك نوعية البطء، هناك بطء في اللمسة الأخيرة في آخر اللمسة. عفوا عزيز، لا ننسى أن أسامة طنان عائد من الإصابة. من الإصابة طبعا، كان هذا من تأثير الإصابة طبعا. صحيح، لما كان يلعب في سانت إتيان في الدوري الفرنسي تعرض للإصابة، الإصابة غيبته يعني تقريبا خمس أشهر. خمس أشهر رغم أني غير متأكد، لكن تقريبا خمس أشهر إلى أن انتقل إلى فريق لاس بالماس الإسباني. عزيز نختم الحديث عن اللاعبين من أصول مغربية الذين اختاروا اللاعب للمنتخب. ذكرنا اللاعب أمين حارث الذي نتمنى له حظا موفقا مع المنتخب وكذلك مع فريق شالكي الألماني. ننتقل إلى لاعبي البطولة. هيرفي رونار من حسناته أنه حاول إعطاء الفرصة للاعبي البطولة الوطنية. لاحظنا الحارس، نبدأ بالحارس رضا التقناوتي من اتحاد طنجة،
لاحظنا اللاعب بانون، اللاعب حداد، اللاعب اسماعيل حداد وناجم، وناجم، وكذلك اللاعب الاخر لاعب الفتح الرباطي. صحيح يعني هناك لاعبين كثر من البطولة الوطنية، هذه من حسنات هيرفيرونار صراحة. أقحم هيرفيرونار هؤلاء اللاعبين الذين يمارسون في البطولة الوطنية في هذه المقابلة الودية للحصول على تلك اللحمة بين اللاعبين ولمزيد من الانسجام ولإعطاء دفعة لهؤلاء اللاعبين أن يتنافسوا على البحث عن مكانة داخل المنتخب الوطني، وعلى الأقل لتأكيد حضورهم داخل تشكيلات داخل 30 اللاعبين 30 في اللائحة الرسمية للمنتخب الوطني هذا أيضا إن شاء الله بعد التأهل لروسيا. عزيز نعود لخط الدفاع، الدور الذي قام به بدر بانون صراحة ممتاز جدا، تحمل المسؤولية، كان في مستوى المهام التي أنيطت إليه خصوصا في قلب دفاع، ويعني قلب دفاع تكون قلب دفاع معك شفيق ومعك كذلك أشرف حكيمي واليميق، صراحة كانت هناك يعني تشعر باللاعب أنه بذل مجهود أكثر، اجتهد في فرض رسميته وفي إعطاء. عزيز صراحة عندي ملاحظة فيما يتعلق بأشرف حكيمي، أشرف حكيمي نتمنى أن يعود إلى مركزه الذي يلعب فيه لريال مدريد الأصلي طبعا، الظهير الأيمن في المنتخب، يوظفه المدرب ظهير أيسر بسبب غياب حمزة مندي بميولات هجومية. صحيح، لكن لاحظنا في مقابلة كوريا أنه يعني كما نقول نقص شوية من مسألة الصعود. صحيح طبعا، لأن لا تنسى أخي محمد أن اللاعب شاب، يعني هناك الكثير والكثير من الأشياء يجب عليه أن يتعلمها، مثلا كما نسمي بالدارجة المغربية تحريميات ديال اللعب، باقي أمامه أشياء كثيرة يجب أن يتعلمها خصوصا من زملائه على غرار ضرار نبيل ضرار، لاعب الخبرة، لاعب المتألق، لاعب الذي جاور موناكو الفرنسي وكان يحمل شارة العميد في 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 موناكو الفرنسي، يملك خبرة كبيرة جدا لاعب ضرار، يتعلم في المنتخب الوطني المغربي مع بن عطية مع ضرار كما ذكرت مع لاعبين آخرين، ولكن يجب أن يتعلم أيضا في ريال مدريد خصوصا لحجم الأسماء الوازنة في ريال مدريد. طبعا هناك راموس، هناك كريستيانو، هناك لاعبين وزنين، يعني عليه استغلال الفرصة والتعلم أكثر في ريال مدريد. وما نلاحظ طبعا في أشرف حكيمي أخي محمد نقطة مهمة جدا، هي يملك تلك الجرينتا التي حصل عليها من مجاورته لفريق ريال مدريد وباعتباره ناشئ في مدرسة ريال مدريد. هاد الأشياء هذه ليست بالسهلة أخي محمد، لا تجد لاعب يملك تلك الجرينتا عند أي لاعب يمارس في مدارس ثانية مثل صحيح. ريال مدريد فريق كبير، نادي كبير عريق، يعني بالنسبة لأي لاعب يبحث عن مكانة داخل الفريق الأول في ريال مدريد لا يمكن إلا أن يكتسب تلك الجرينتا، هي التي سوف تعطيه عزيز ما يعجبني أيضا في الضوء الأخضر للاعب مع تشكيلة زيدان. عزيز ما يعجبني أيضا في أشرف حكيمي، لاعب يبلغ من العمر 20 سنة لكنه يلعب بثقة كبيرة في النفس، ممكن يكون أقل يعني لم يتجاوز 20 سنة لكنه يلعب بثقة كبيرة في النفس كأنه يبلغ من العمر 30 سنة. هذه طبعا من محاسن أنك تلعب في مدرسة مثل مدرسة ريال مدريد، تعطيك ذلك الحماس، تعطيك تلك الثقة في النفس، هذا الجانب النفسي، الجانب النفسي والجانب الذهني يشتغلون عليه مدربين كبار في داخل مدرسة ريال مدريد. بالمناسبة أخي محمد، لما كنا نشتغل في مدرسة ريال مدريد سيرفانتيز في طنجة كنا نكون دائما الأطفال الصغار بمرجعيتين، مرجع الأولى مرجع الفرنسية لكرة القدم، مرجع الثاني مرجع الإسبانية ريال مدريد، يعني المزج بين المدرستين، المزج بين المدرستين. لكن هناك فرق بما يخص المدرسة الإسبانية، بداية تلقين الأطفال الصغار مهارات كرة القدم تبتدئ من سن التاسعة أخي محمد، بالعكس عكس أو من الثامنة، عكس تماما المدرسة الفرنسية تبتدئ حتى التاسعة في المدارس. هذا موضوع ثاني ربما قد نخصص له حلقة أخرى لنتكلم عن المدارس الكروية، خصوصا أنك أنت متخصص في تدريب الفئات الصغرى ومدير تسكوينات في الكودر، ليس كذلك؟ نعم، هذه بالمناسبة يعني نفتح القوس، قوس صغير جدا. تفضل. هذا نادي هوات يلعب في القسم الهوات في تابع لمدينة الرشيدية، مدرسة على ذكر الرشيدية على فكرة الرشيدية هي من أنجبت اللاعب ونجم بدأ من الرشيدية بعد ذلك انتقل إلى
خنيفرة نادي اتحاد خنيفرة وبعد ذلك شباب أطلس خنيفرة عفوا وبعد ذلك انتقل إلى الوداد الرياضي البيضاوي ويتألق ووصل إلى المنتخب يعني ونجم مثال للاعب لاعب الذي يشتغل في صمت لاعب عصامي كون نفسه وبدأ من نقطة الصفر وصل إلى المنتخب وهذا ليس بالسهل على اللاعبين في البطولة الوطنية من أجل الوصول إلى المنتخب. هذه نقطة واحدة صراحة تسيء للسياسة الكروية الوطنية داخل المغرب. حتى لماذا؟ نفتح لأن هذا الطفرات فقط. خلينا عزيز ما أدراك سوف نجد أكثر من نجم. هذا النجم صحيح. لم نكون لا نجم ولا أمين كاس ولا لاعبين آخرين من مدن. عزيز حتى لم نفتح الكثير من الأقواس. إن شاء الله. خلينا في التفاؤل. يعني في أسئلة طرحت في الحلقة الماضية التي قمنا بها بعد اللقاء المنتخب ضد الجابون هناك من الجمهور الصفحة من طرح سؤال هل تتوقعون فوز المنتخب الوطني المغربي في لقائه المقبل ضد الكوت ديفوار؟ صراحة ننطلق بالمعطيات التي نمتلك في آخر مقابلتي أخ محمد تعادلنا أمام مالي بطعم طعم الهزيمة طبعا من منطلقنا بس لكن ممكن أن نقول أن حصلنا على نقطة تلك النقطة مهمة جدا من أجل التأهل أضعنا فرص كثيرة جدا كانت هناك نجعة في الوصول إلى المربع العمليات لكن لم تكن نجعة في إدخال الكرة إلى شباك لكن نتمنى صديقين صراحة نجحنا في لقاء أدركنا الأخطاء أدركنا تلك الأخطاء نفسها أخي محمد أدركناها في مقابلة الجابون كانت هناك النجاعة كان هناك الضغط العالي وأعود طبعا لمعطى مهم جدا نتحدث عنه أهمية الجمهور طبعا هذه مسألة مهمة لأن بالنسبة للتحفيز الذهني والنفسي للاعبين مهمة جدا لكن هناك شيء ثاني هو التركيز على لاعب بالضغط العالي ليس في على طيلة فترة لقاء لكن على فترة معينة خصوصا أمام منتخب كوت ديفوار أنا لا أستهين منتخب كوت ديفوار يعاني عزيز صراحة ليس في ذلك المنتخب صراحة المنتخب كوت ديفوار ليس بذلك المنتخب كما أقول ليس بذلك المنتخب الفزاعة أو المنتخب الذي يخشى منه منتخب عادي شفناه في مقابلة مالي كان قريبا من الفوز لأن أيضا أن منتخب الجابون فاز عليه في الجولة الرابعة في عقر داره كما قلت في أبيجان فاز عليه لما لا المنتخب الوطني المغربي ردا على سؤال الجمهور الكريم المنتخب الوطني المغربي قادر خصوصا المستوى الذي قدمه في لقاء الدار البيضاء ضد الجابون بنفس المستوى المنتخب قادر على الذهاب إلى أبيجان والفوز على المنتخب الإيفواري والحصول على بطاقة التأهل من أبيجان لماذا؟ لأننا نتوفر على لاعبين كبار صراحة ولا ننسى الصدر وقدموا مستوى كبير صراحة قدرنا على قهر منتخب كوت ديفوار نفس الطريقة التي لعب بها رونار في كأس أفريقيا الماضي فزنا على منتخب كوت ديفوار طبعا بصعوبة لكن الآن لم نك منتخب أفضل من أفضل من ناحية البشرية من ناحية المهارات ومن ناحية الانسجام ومن ناحية النجاعة الهجومية وتكوين وبناء اللعب من الخلف ومن وسط الميدان والإسراع في استغلال الهجومات المضادة والهجومات السريعة أخي محمد يعني لم تلك منتخب أفضل بكثير يعني لا مثل مقارنة بين منتخب شهر 9 مع منتخب الذي شارك في الكان في الكان الماضي هناك نجاعة هناك تكتيك معين ناجح جدا لهيرنار صراحة ما ينقص فقط هو تلك الجرينتا التي لعب بها المنتخب الوطني في مقابلة الجابون هي نفسها تعاد وأنا أستطيع أن أؤكد لك ممكن أن تقول أنني أبالغ لكن سوف ينتصر المنتخب الوطني إذا لعب فقط بنصف مجهود مع الجابون سوف ينتصر بنتيجة سنوائلة المنتخب يعني يملك حلين إما التعادل وهذا يعني لا يجب أن نلعب على التعادل يجب أن نلعب على الفوز حتى إذا لم يتحقق الفوز ممكن نتعادل مع المنتخب الإيفواري المنتخب الإيفواري صراحة في اللقاءات الأخيرة كان يفتقد لخدمات مجموعة من اللاعبين خصوصا جون ميشيل سيري الذي يلعب في فريق نيس وكان قريبا من الانتقال إلى برشلونة كذلك يفتقد إلى جيرفينيو الذي يلعب في الصين لكن رغم كل هذه الأسماء نحن قادرين على الفوز عليهم في عقر دارهم
وإذا لم نحقق الفوز على الأقل نعود بنقطة التعادل. طبعا المنتخب الوطني بهذا الصدد اخي محمد يمتلك كل مقومات التأهل الى روسيا. لماذا؟ خط دفاع منسجم، اخطاء اصبحت قليله، خط وسط ممتاز جدا، بل على العكس خط وسط اصبح من الصعب ان يفتك اي لاعب مكانه رسميه داخل وسط الميدان بدخول امين حارث اللاعب الشاب لانتزاع مكانه له على 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 مستوى وسط الميدان. خط الهجوم اصبحت هناك نجاعه، اصبح هناك تفاهم، يعني انا اقول من الصعب على منتخب الكوت ديفوار ان يفوز على منتخب المغرب، رغم اننا سوف نلاعب الكوت ديفوار في ملعبه في عقب داره، نظرا للمعطيات الموجوده في الواقع. يعني كره القدم تعترف بالواقعيه، لا تعترف فقط بالماضي وبالتاريخ وبالانجازات في ما كل ما قدمه المنتخبان في التاريخ. صحيح. على أي عزيز، شكرا لك على كل هذه المعلومات وكل هذه القراءة التقنية إذا جاز التعبير. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، لا تبخلوا علينا بآرائكم واقتراحاتكم، لا تنسوا الضغط على زر سبسكرايب أسفل هذا الفيديو لمن فاتته مشاهدة الفيديو، سنقوم بتنزيله على اليوتيوب. عندنا هدف الوصول إلى 1000 سبسكرايب في نهاية هذه السنة. يعني حاولوا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم، ولا تنسوا الإعجاب بالقناة وسبسكرايب على القناة. مرة أخرى شكرا وإلى لقاء آخر. السلام عليكم، تحياتي. شكرا أخ عزيز. السلام عليكم، شكرا لكم، شكرا للجمهور قناة فوتبول.